السلام عليكم. عليكم السلام. شو صوتك عالي حبيبي؟ عليكم السلام. شلونك؟ شلون صحة؟ حياك الله. انت ناوي تشتغل تاكسي ان شاء الله؟ ان شاء الله. الله يرزقك. الله يرزقك. امين يا رب. انا عندي قناة ويوم يسأل حزور وانشر على قناتي. حزورتي هذا اليوم او سؤالي هذا اليوم، اي الحيوانات اكثر عمرا يعني معمر؟ فيل؟ لا مو الفيل. حوت؟ لا. ابو بريف؟ ها والله ما ادري. حجينا الله يسعدك. ما تعرف؟ للاسف. حبيبي ما اعرف. يلا مشكور لك. سلامة. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. شلونك؟ الحمد لله بخير. تشتغل؟ شلونك انت؟ عاد يلا الله يحفظك. مرتاح؟ سهل. الحمد لله شكرا. عندي حزورة اليوم بدي اقول لك بيها. تفضل. اي الحيوانات يطول بالعمر يعني يعمر؟ يعمر سحفة؟ لا. حوت؟ لا. كنغر؟ لا لا. يعني السحفة اكثر شيء تعمر يعني. حيوان بسيط مسكين ولا على خاطر عيش بالبحار. انا قربت لك الجواب. وانا ما قلت لك سحفات على البحر. لا لا لا، سحفات تقامر 200 250 ومو كل يعني كل السحفات، اكو انواع. لا قلت لك الاسم. ايه حيوان يعمر 507 سنة. فقمة؟ ها؟ فقمة؟ لا. سحفات؟ لا سحفات. لا لا اكثر شيء عم يعني. لا لا لا. ما تعرف تجاوب. حبيبي خلص تيماتك. مشكور. يعطيك الصحة والعافية. شوية صوت عالي؟ نعم. صوت عالي؟ شلونك؟ الله الحمد لله. عندي حزورة اقول لك بيها وحطك بقناتي ان شاء الله. ان شاء الله. اي الحيوانات يعمر عمر يعني اكثر عمر؟ نعم. اي الحيوانات اكثر عمر؟ هذا شو اسمه؟ الاسد. لا. زرافة؟ لا لا مو زرافة. اي الحيوانات اكثر عمرا؟ والله تعطينا سؤال. ما اعرف والله. اي الحيوانات اكثر عمرا؟ والله ما اعرف. حاول حاول فكر. اعطيني جواب ابو. والله ما اعرف. هذا هو؟ يلا مساكم. عليكم السلام. يعطيك الصحة والعافية. حياك الله. شلون الصحة؟ الله يخليك. شنو مبين انت مستلقمة جبال حاطة لك؟ لا لا انا شغلتي صيدلاني ومندوب علمي احد الشركات الدوائية، فازور الاطباء وعندي ايتمات اشوفهم. عبالي مظلي انا، عبالي مظلي نازل حبيبي. لا انا امزح امزح وياك حبيبي. عندي حزورة. الحزورة تقول اي الحيوانات اكثر عمرا يعني تعمر؟ معمرة. اي الحيوانات اكثر معمرة؟ انا اتوقع اذكر انه سامع معلومة انه المحار. عافية عافية ما شاء الله. صحيح المحار اكثر عمر. ايش قد تعمر ما تعرف؟ يعني هي بالمئات يعني مئات السنين ادري بها بالضبط، ما اعرف ايش قد، بس يعني تتجاوز ال 200 و 300 سنة. لا لا 507 سنة. 507 سنة او اكثر. ايه ما شاء الله ما شاء الله. يعني هاي الحيوان الصغير يعني عمر اكثر من 500 سنة. سبحان الله. يلا حبيبي مشكور. جزاك الله خير.